أجواء مبرة في العديد من مناطق المملكة أيضا تزيد من الشعور بالبرودة. خلال نهار الغد تنخفض درجات الحرارة أكثر لتصل إلى 11 درجة مئوية أيضا تظهر غيوم متوسطة في سماء المملكة واحتمالية لهطول زخات من الأمطار بإذن الله في كل من جنوب وشرق البلاد بالإضافة إلى وسطها، وتكون حركة الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة وتثير الغبار والأتربة في العديد من مناطق المملكة. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة وأيضا خلال نهار الغد، نبدأ كالعادة من المناطق الشمالية من البلاد. في إربد تكون حوالي 8 درجات مئوية ورياح نشطة لتصل إلى 11 درجة مئوية وأجواء مبرة بفعل الرياح النشطة والتي تزيد من الشعور بالبرودة أيضا تدني لمدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق. وليلا حوالي 0 مئوي ليوم الجمعة تنخفض أكثر لتكون 10 درجات مئوية وناقص درجة ليوم الجمعة ليلا. انتهت النشرة، على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت. العودة للزميلة لنا في الأخبار.